يا سعيد، أنا أقول أن دولة الإمارات عندها أكبر فريق عمل واحد وأفضل فريق عمل واحد، طلابه رجاله وموظفيه قادته. هدفه الأساسي صناعة الأمل وصناعة الحياة وصناعة المستقبل وإسعاد الناس. نحن صحبة، هاي رحلة ثلاثة أيام، وما بمرض أنا مش تدريبي، ولكن نحن بنعيش مع بعض، بناكل مع بعض، بنسولف مع بعض. نحن نركز على ثلاث محاور في قادة الخمسين: محور إسعاد العالم، محور تفجير الطاقات البشرية والمواهب، هاي الشغلة يشتغل عليه، والثالثة اللي هو القوى الخضراء. اختياري لهالدورة هو اختيار قادة وقيادة المستقبل. أكبر تحدي في هذا البرنامج أني أكسر حاجز الخوف. بسبب مشاركتي في هذا البرنامج أني أنا حبيت أني أطور من مهاراتي القيادية، وأعرف شو هي المواهب الموجودة عندي وشو هي المواهب اللي ناقصة واللي أحتاج أني أطورها وأنميها. أتوقع أني أحصل من هذه الدورة من يعني سرعة اتخاذ قرار إنزين وجرأة. لماذا القفز الحر بالمظلات؟ هو أحد أدوات البرنامج التدريبي لقيادة الخمسين. جينا بنجرب هاي التجربة، لكن قدر الله ما شاء فعل، الضباب وايد نازل، قررنا أن نأجل هذه التجربة ليوم ثاني. التمرس بالقرار الحاسم وبالشجاعة وكسر الحواجز النفسية والتحكم بالخوف وعدم التردد. وهذه المحطة أيضاً تساعد المشاركين من القادة على بناء ملكة اتخاذ القرارات السليمة والحاسمة. 50 ثانية شو سويت فيك؟ 50 ثانية جد غريبة يعني. سوي 50 سنة؟ تسوي 50 سنة، أنا كنت أقول متى بنحل؟ أحس طويلة يعني، مو 50 دقيقة، 50 ثانية، ما توقعت 50 ثانية يعني، مستحيل يعني. الله سبحانه وتعالى عظيم، عشان تكتشف عظمة رب العالمين حاول تجرب انك تكون على الارض وفي السماء عشان تعرف قدرك على الارض. ومن ضمن البرامج القيادية المهمة القيادية، اختيار قائد من الفريق لإعطاء مهمة قيادية فيها تحدي بوقت محدد وبأقل موارد ممكنة، ثم يشرح هذا القائد لفريق عمله لوضع أفضل الحلول المناسبة للوصول إلى الهدف إن أمكن ذلك بنجاح وكفاءة. وهنا يساعد لاكتشاف قدراتهم والعمل بروح الفريق للمهمة الصعبة والمطلوب تنفيذها. في الكلو واحد إن في بيلدينج، مبنى، هذا اسم المبنى على اسم أحد النجوم. شو من نجوم نسأل؟ كلهم كانوا متكاملين مع بعض، اللي يتأخر شوي ويكون تعبان نقول يلا يا شباب نترياه، صح شوي بنتأخر لكن ما بنكمل بدونه. نبغى نوصل هني حتى نجمع هالثلاثة، بين خدمة الوطن والعالم، بين ما تحب، بين ما تجيد، بين ما تدخل رزقك حلال، هذا سبب سر وجودك في الحياة، هذا الإيكيغاي. اللي قاعد ما يرمي شلك، اللي واقف يرمي شلك. ومن المحطات المهمة في البرنامج الرشاقة القيادية للتدريب على المرونة والوئام والتكيف والتجديد. تسمع صوت الموج، تسمع العصفور، تسمع ناس تمشي، ركز على نوع واحد من الصوت وقل لي شو هالصوت اللي ركزت عليه. إذا دخلت مع التنفس معايا، حاول معاه أنفصل من العالم، من ضغوطات العالم، أعيش حياتي. طبق، بصير عادة عندك، بصير عندك قوة ما حد بيلاحظها إلا أنت. قوة عجيبة في ضبط النفس، قوة عجيبة في امتلاك طريقة التفكير. منهجيتنا في التدريب العملي تركز على العديد من الورش، حوارات ومناقشات، تدريبات ذهنية ونفسية وبدنية، أيضاً جلسات تفعيل الحواس والحماس وإظهار المواهب والقدرات.
أباكم في خلوة حلوة، التلفونات ما عندكم، بينك وبين نفسك، أو بتحصل مكان بثيلس تأمل فيه ركز فيه، سواء هدف أو شيء تبغى تخلص منه أو حاجة أنت تتمنى توصلها قريب. ماشي ضاع، كل شيء مرة في حياتك هي تجربة. بنستانس بنلعب كأن أطفال، ونكون فعلا أطفال بنضحك ونستانس. الحين عندنا الدفن. الثقة تبني محبة وتبني صراحة. هدف إخراج كل السموم اللي في جسمك برا. تبغى تطلع تطلع سموم كهربائي من جسمك، من التلفون، من الواي فاي، من الإزعاج، من التشويش. مقيد الحركة، مقيد من كل شيء الحياة يعني. ماشي، نحن من الأرض وراجعين لها الأرض، فهاي الأرض أنا أبغى أجربها، أبغى أتعاون معها حتى فعلا يوم أرجع مرة ثانية لها أعرف بالضبط شو بسوي. أنا أشعر أني هذا الرمل يعني طلع شيء سلبي من داخلي. أنا تحط قيمة الحرية، الحين أنت محبوس. محبوس ماشي، شو اللي تحرك فيك؟ ماشي لسانك. في طاقات مخزنة سبحان الله ما تطلع إلا في ظروف بيئية مختلفة. الله سبحانه وتعالى أحيانا يعطيك فرص تبني نفسك فيها، يعطيك فرص أن حواليك ناس يشوفونك، يعني إذا تبغي بيساعدونك، لكن إذا أنت ما تحسس الناس أنك تبغي مساعدة أو أنك مهتم ما حد يهتفيك ولا حد يكلمك ولا حد يسأل عنك. فعلا حسيت أن في راحة وفرفشة بعد ما كنت بضيق، الحين في اتساع. الشيء الغريب اللي ما أعرف نتيجته غير مدروس أو ما حد مجربنها سابقا، أخاف أقول هي أجرب أخاطر، ليش أروح؟ يمكن هذا التحدي اللي مشيت فيه بيعلمني في الفترة الجاية ما أخاف من الأماكن المغلقة. اليوم أنا بالبرنامج قررت واتخذ قرار أني ما أقول لا لأي شيء. قبل ما تقول لا لازم تفكر وجرب. باكر إن شاء الله يوم جميل، وباكر فيه وايد شغلات صراحة رهيبة. محطة القمة فهي لشحذ آفاق الهمة والمهمة والقمة باستخدام المسار الانزلاقي الأطول في العالم لتجسيد تحليق الصقر في الرؤية والتوازن والسرعة. في حياتك لا تسمع وايد من الناس ويتكلمون عن أشياء قد تشتتك أو تلهيك أو تهزك، ولكن ما عليك، ركز على هدفك وبتوصله، ولا تشوف يمين ويسار بكثرة وكن لماح مثل الصقر. عندنا هنا في جبل جيس فلايت أطول كيبل على مستوى العالم، المسافة عبارة عن 2.8 كيلومتر والسرعة ما بين 120 ل 160 كيلومتر في الساعة، كتير سريع. بعد كده بقول لك سيب إيديك، وهو ده أصعب وقت، انت تسيب ايديك وتحط ايدك ورا ظهرك علشان تاخد الوضعيه السليمه بتاعتك، وبعد كده باي باي. في خوف شويه بس ان شاء الله بنوصل، وبنوصل القمه اللي نبغاها ان شاء الله. كنت وايد متخوف وارتابني خوف كبير، بس يوم وصلت النص وخلاص استسلمت على الواقع. كان في رهبه شوي وانا نازل، الشيخ قال لي حرك وجهك شوي يسار ويمين مثل الصقر، فأنا حركت شوي بطريقة أكثر، حسيت أن جسمي بدأ ينحرف والهواء صار قوي جدا. قلت الحين عرفت ليش الصقر ما يطالع وراء. ما حسيت أني واحد ثاني، مو بخميس. منظر حماسي يعني، وطير الخوف. أشوف العالم من فوق والعالم جدا صغير، وأتخذ قرارات بنظرة عامة، نظرة شمولية. نهر الحياة هذا مسار حياتك، من أول ما أنت تتذكر طفولتك، تتذكر أبوك، أمك، معلميك، جيرانك، إمام المسجد، كل البيئة اللي عايش معاهم تخيلهم في لحظة. أبيك ترسم مسار، عندك مجموعة ألوان تختار. في عندك مسار هو النهر، هو حياتك، من بداية أول ما تتذكر منو اللي كان فعلا ملهم في حياتك.
حط المحطات الأساسية اللي ألهمتك، وفي تحديات تغلبت عليها، وفي عثرات صبرت عليها وراحت، في وهم وهو راح، إلي ما وصلت ودخولك في برنامجي. في محطة هني أبغيك في النهر تحط المحطة هذه، كيف شكلها، كيف مسارك، كيف أنت وضعك، كيف كان وهالمسار. وصلت هالمحطة بتكمل من اليوم يا تصنع أنت المستقبل. مسارك 50 سنة الجاية، 40 سنة الجاية، حط 100 سنة الجاية، لا تخلي 50 سنة، حط 100 سنة الجاية المسار، لأن في شخص بيكمل مسارك، بنتك، ولدك. لو تلاحظون اليوم 2021 هذا البرنامج أنا أشوفه بالنسبة لي هو نقطة تحول بيكون، وراسم لكم أني نقطة تحول إن شاء الله فوق. ليش؟ لأنه بيكون مليء بالتحديات. أنا أشوف نفسي أني مقبل على تحديات كبيرة بعد هذا البرنامج، بعد ما شفت نفسي وبعد ما عرفت بعض العوائق اللي أنا قدرت أتغلب عليها. الدورة التدريبية هذه اعتبرها فارقة، لأن بتحول لي أمور كثيرة وذكرت المرة الماضية اللي هي في الدراسة والصحة. ما شاء الله عليكم والله كفو، والبلاد هذه ترية إبداعاتكم وإنجازاتكم، وما شاء الله أنتم بتكونوا قادة قدوة لإخوانكم الصغار ولوطنكم لعيالكم إن شاء الله. الله يوفقنا جميعا. عيالي من الأخير دائما دائما اللي يسبق الآخر يسبقه ثلاث حاجات رئيسية. واحد الحجم، لازم يكون حجمه صغير يقدر يناور. اثنين وهو مهم، لازم يكون عنده سلاح علم يستثمر في التعليم بكل طاقات وإمكانيات. ثلاثة لازم تكون هناك قيادة واعية عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه، مو كل يوم اتجاه